احنا اخدنا تأثير الشائعات على المجتمع. عايزين بقى هناخد مكالمة تليفونية نشوف تأثير الشائعات على الأشخاص. معايا الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حضرتك. حابة حضرتك تكلمنا عن التفسير النفسي لصانع الشائعة. التحليل النفسي بتاعه إيه يا دكتور؟ شوفي، الشائعة طبعا هي خبر يحتمل الكذب أو الصدق وما تعرفيش مصدره إيه، لكن بيبقى ليه أهداف، ممكن أهداف اقتصادية، أهداف اجتماعية، أهداف نفسية، أهداف إننا أنشر زي طبعا ما قال لنا أستاذ جميل بالظبط. فأنت ممكن عندك أكثر من هدف، ولذلك لازم تتحققي مين مصدر الخبر أو الإشاعة دي. هل هو اللي بيكتبه كله ليه اتجاه معين، ولا دي الأول مرة، مين بيتابعه، ايه موقفه من الدولة المصرية، من المجتمع المصري اللي بيحصل في مصر، هل هو مؤيد معارض، حاجة من الاثنين، بيلعب على الحبلين. فانت لازم تعرفي اولا مين المصدر المعلومة دي. لما اقرأ المعلومة دي او الخبر المنشور دوت، هل موجود في حتة تانية ولا هي بس في المنطقة دي؟ لان كتير جدا لا تلاقي حد محدش يعرفه، هو بيحاول يطلع لك ان انا عندي ابو العريف وعارف كل حاجه وبجيب لك اخبار محدش يعرفها وبجيب لك الاخبار اللي الكل مخبيها عليكي وانا جبتها لك. فطبعا هو من ناحيه بيجذب عدد كتير جدا من المتابعين، كمان لما بيتاخر الاعلام انه يغطي حدث معين هو بيملى الفراغ. فطبعا الظاهره دي كمان العلاج الوحيد بيها انك انت تكوني بتغطي الاخبار وبتدي القصه بتاعتك وما حدث، ما تديش فرصه ان حد يغطي حدث ويعمله بالزاويه اللي هو عايزها والهدف اللي هو عايزه. عايز يصير احباط، يضعف الانتماء الوطني، عايز الشك في مؤسسات الدوله، الشك في النظام السياسي، ضرب الشرعيه في النظام، كل دي من الاهداف اللي هو بيبقى عايز يستهدفها. فانت كل ما تبقي كل ما تبقي جاهزه انك انت بالسرعه تردي على كل حاجه، هيبقى شيء جيد وتقدر تقضي على الاشاعه في مهدها. انما لما تقعدي ساكته وما ترديش على حاجه وبعدين تسيبي الدنيا الفراغ ده موجود، والاحداث بالذات وقت ما يبقى في احداث سياسيه مهمه واقتصاديه مهمه وحاجات بتتطور، الناس عايزه تعرف المعلومه. فما اقدرش ايه ما بديش المعلومه وبعدين اسيب التانيين يملوا الفراغ وبعد كده اقول هم بيعملوا. انا برضه جزء من المشكله الاشاعه دي، ان انا ما بعملش الشغل بتاعي كاعلام، وفي نفس الوقت كمان الناس مش مثقفه ازاي يحققوا المعلومات ديت. يعني هل السويد، المواطن في السويد لما بيقرا حاجه بينشرها على طول يعمل شيرنج، ولا بيفكر ان هو كمان عايز ما بيبقاش زي عندنا عايز يبقى برضك ابو العريف؟ يعني اللي بينشر الاشاعه عايز يبقى هو مصدر ابو العريف، واللي بينقلها منه وبيعملها شيرنج وبيقولها في كل حته بيبهمك ان هو برضك ابو العريف. ما بنلاقيش السويد ليه؟ لما بيقرا اي معلومه لازم يتاكد من اكتر من جهه، مين المصادر اللي كتبت كده، في مصادر موثوق فيها بتقول الكلام. طب انا يا دكتور كمواطن بستقبل الرساله او الاشاعه، استقبلها ازاي؟ يعني اثق ان الكلام ده يبقى صح ازاي؟ رساله حضرتك لكل من هو بيستقبل اشاعه. ما شوفي، هو لازم طبعا يبص على المصدر. يعني الناس البسيطه ما بتجريش قوي، يعني ما هو دور الاعلام كده، ما احنا لازم نوعيهم بالظبط. لما تقري حضرتك من اي مصدر شوف مين المصدر ده، مين هو الجهه، هل اتنقلت في حته ثانيه. كمان ساعات بيجيبوا اخبار من مصادر معروفه لكن الخبر قديم، الناس ما بتقراش الخبر ده. ايه يكتب لك حادثه مش عارف موت 500 واحد في ميدان مش عارف ايه في العباسي او ميدان في مصر، ومين المصدر؟ الاهرام او مصدر الجمهوريه. حلو، كويس جدا، لكن ما بتقريش ان دي مثلا من سنه، من 10 سنين هو جاب الخبر صح، لكن الخبر ده بتاع النهارده بتاع 2023، فدي برضك لعبه بتتعمل. يجيب اخبار قديمه
وموجوده بالمصادر انت عارفه انها صح. صح لكن جدا. يشيل لك الـ 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 القصه دي فين؟ يعني تلاقي مثلا بعض الحاجات المنتشره في السوشيال ميديا حاليا مع الازمه الاقتصاديه، هجوم مش عارف على ايه والناس بتهجم، تبص تلاقي انها قصه حاجه قديمه جدا من كذا سنه. طب مين اللي بيحطها دلوقتي؟ هو بيستغل الحاله النفسيه والترقب والقلق وان ما فيش حاجه، فيروح حاطط لك اي خبر ويشيل التاريخ ويبان انها حاجه عادي، انها حاجه قريبه وحاجه امبارح، حاجه من شويه، حاجه من كام ساعه. فالناس ما بتفهمش الحته دي، فلازم تتاكدي واحد مين اللي بيطلع الخبر، اثنين هل اتنشر في مصادر موثوق بيها ولا. شكرا لحضرتك جدا والله، شكرا لحضرتك، بشكرك جدا.